فقيه عادل وعالم فالح وواعظ ناصح. هو الشيخ أبو زيد عبد الرحمن المليلي الذي أبصر النور في فاس ونشأ في بيئة علمية ودينية متميزة في أحضان عائلة عرفت بالعلم والصلاح، وتعد عائلته من العائلات المشهورة في تاريخ فاس، وقد ذكرها الشيخ عبد القادر الفاسي في كتابه عن مشاهير بيوتات فاس حيث قال: منهم بيت المليلي الصنهاجي الحميري، أولهم الفقيه الصالح عبد الرحمن بن أحمد المليلي. تلقى المليلي تعليمه على يد خيرة علماء مدينة فاس، وعرف بين الناس بتمكنه الكبير في الفقه والعلم الشرعي، وكان من أبرز فقهاء زمانه، وامتاز بعلمه الواسع وعقله الراجح. كان هذا العالم متقنا للقراءة، ذو صوت عذب يؤثر في قلوب مستمعيه. درس في مسجد القرويين، فكان يقرأ عند باب محراب مسجد القرويين بعد صلاة الصبح كل يوم. أسهم المليلي بشكل كبير في نشر القيم الإسلامية السامية والأخلاق النبوية، ليس فقط بالكلام بل بالأفعال والمواقف العملية التي تجسد تعاليم الدين. كما أثر سيدي المليلي في محيطه بشكل كبير، فغرس في الناس قيم التعاون والمحبة، ودفعهم للعمل سويا قصد تحقيق العدالة الاجتماعية. توفي أبو زيد عبد الرحمن المليلي في أواخر القرن الثامن أو بداية القرن التاسع الهجري، ودفن في ضريح بالمسجد المعروف باسم مسجد سيدي عبد الرحمن في فاس.